كده مالكيش دعوه بكرامه. انا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي انا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان انا غريبه ووحيده بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شو، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده، وحبتين النسوان والسهواكه ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مره، وانا قلتلك بدل المره اتنين التالته من غير صوت، في غمضه عين هتبص تلاقي نفسك مرميه في الشارع، فاهمه؟ بالحدمه اللي عليكي، وانا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجه تظلميني احسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش شر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر. ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا بجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. تمامك اخضر والكل بيتبارك بيه. مهام اخضر بصر الاحمر المستورد وبالسعر اللي انت عاوزه. فراوله يا ابني، انا ماليش في الكيمياء، ما انت عارف. بس الكيمياء بقت موضه ولازم يبقى لك فيها يا معلم. لما انت لازمك فيها يا بجاشي. الاحمر ده اللي بيخلي البشريه شد حيلها، وحبايه واحده تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح، والراجل البطايه يبقى اسد. انت خاشش المجلس ولا بيت دعاره يا ابني؟ الكيف بيخلي الكل يتساوى، وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما ايديهم توجعهم. حاكم الأصوات دي ما بتجيش إلا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والأهم من ده كله تملى الدماغ. وإنت اخترت الأرخص؟ لا، أنا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. آمين. اركن اركن رجعني. طيب يا خلي بالك ومرحوب. ماشي يا فنديلك. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه، فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه. ميرسي. ميرسي ايه بقى في الحته هنا؟ ده عيال البيئه كلها يفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس تشاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. أنا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد إيه. عادي. ممكن أطلب منك طلب؟ طبعًا. تبقى تيجي تشق علينا، أنا بفرح قوي، أبويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وأمي كمان، كلنا يعني. حاضر. يلا بقى عشان ما تأخريش. خلي بالك من نفسك. وأنت كمان خلي بالك على نفسك. أجيب لك شقتين فول تاكليهم في السكة. فول إيه؟ وأنا رايحة المدرسة. أه أنت رايحة المعهد. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندينا، مش هملك. انت هنا من امتى؟ قبل الصراحة بشوية. حلوة قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا فتران، فوتة دي حاجة تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسبها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه؟ يا دفن فوتنا دي تربية ايدي، تربية ايدي. بنت نظيفة وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. ياه ما تيجي تعزمني على حاجة أحسن. لا لا ما أقصدش كده، بس القهوة ملغمة بعوا. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابك.
والكوزة فرق لا إلا والقهوة فرق لا إلا والكوزة فرق لا إلا. طمن أخبار أفندينا إيه؟ مفيش جديد يا باشا، فضل سهران في الغرزة وبعدها راح المقطم مع المحامي ومنها على بيت الرئاسة وبعدين روح. أنت كنت بتراقبه باللقاء ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله باشا شاحح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة وكالعادة لا بيحدد ميعاد ولا مكان. يا فرحتي كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ أنا عيني عليهم ليل نهار، وأي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة إنه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوة حاجة مهمة، بدليل إنه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومه اكيده. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه ساعتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكله. كنت نايم كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟ تعرف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفة أصدق إن أنا مراتك، خايفة تروح مني زي ما أخوك ما راح. أنا عارفة يا براءة، عارفة إن أبوك ضغط عليك وملجمك، بس أنا كمان غصب عني كل ما أجي أقرب منك ألاقي دم أخوك سايح بينا. في اوضه ظلمه.
يوم ما تاخد دار اخوك، يوم ما الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حتة وتغسل روحنا من ذنبه وتصلح كل حاجة اتكسرت فينا. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دي دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14. حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءه شويه وترجع صاحبه العزه والكرامه. بس انا مش راجعه الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده انا اقفل الكباريه واكتب يافطه بالبنت العريض مغلق للصيانه لعدم وجود رمانه نجمه المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمه من غير طلتك علينا؟ والطله اللي انت لقطع صورتها على الباب شالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده، وقال لي بنت جديدة ملهاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده، لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى أرتاح كم يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس أنا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سيو. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص الفيل انت دلوقتي ناوي تعمل ايه خميس؟ نوت اربعه على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عرف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. انا ما يعجبنيش الشغل ده. انتوا ليه مش مقدرين المهمه القوميه اللي احنا عايشين علشانها؟ فالحين بس اخر الاسبوع كل واحد يمد ايده عايز يقفش الالمونيا. راعوا ضميركوا شويه. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاه الضمير صفحه فندينا. كلمه يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك عارفينك مكانك. دي مش طريقه تفاهم، هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطر رمانه امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول براء نوح رجالته.